طالبات الحصة الأولى ديال كونتابيليتي دي سوسيتي ديال انكادري باغ نوتخ بروف مسيو بومسكا سيكسيون اف. دونك فوالا بالنسبة لو بلون ديال مسيو بومسكا البروف تاعكم، دونك غادي يحط ليكم في كوم انتروديكسيون جينيرال واحد جينيراليتي على لا سوسيتي والكلاسيفيكاسيون جوريديك دي سوسيتي وحتى لي كاركتيريستيك. من بعد غادي يدوز الشابيتر اللي هي مهمه، غنشوفوا لا سوسيتي دو بوين دو في جوريديك و كونطابل، يعني كيلكو ديفينيسيون. ومن بعد غادي نشوفوا لو كالكول ديال لي دروا دانجستخمون ونشوفوا ليبيراسيون ديال لي زابور، كيفاش كتدار لا بروميس ليبيراسيون ديال لي زابور اللي هما نيميغير و ناتور. غنشوفو لو مينيموم ليكال، غنشوفو الناتور كيفاش كنليبيريهم في الجورنال، دونك غنخدمو واحد شويه بالجورنال ديال لا سوسيتي. دونك فوالا تقريبا هاد الشابيتر الاولى هي اللي فيها تقريبا الخدمه شويه، حيتاش كتبازي شويه على ليبيراسيون كابيتال و كتشوفو فيها دوك لي تخوا كا اللي هو روتار ولا لونتيسيباسيون ولا ديفايونس. دونك ابري فاش كنساليو هاد الشابيتر الاولى كندوزو للشابيتر الثانيه اللي هي لا ريبارتيسيون بينيفيس. فاش كتسالي لا سوسيتي كيخصها توزع الربح ديالها، دونك كيخصنا نتبعو دي شوز اللي هما ليغال من عند ليتا. خصك تريزيرفي واحد بورسونتاج داكور، دونك كتبع دي شوز ولا دي نورم اللي هما ليغال. دونك بهذا كيكون البروف يعني تقريبا سالي ليكم هاد البوليكوب تاعو، حيت البوليكوب بزاف ما فيش الكتابه بزاف، يعني سي ني با ترو شارجي بحال الكور ديال مسيو باتريش. دونك الى غيت تبعتي شويه مع الكور راك غادي تفهم، حيت لي بلو ديتايي وتخدم لي زيكزامان ديال البروف بيان سور. دونك على بركه الله نبداو. دونك اول حاجه كنشوفوها هي بيان سور لا ديفينيسيون ديال لا كونطابيليتي دو سوسيتي. دونك هنا علاش بغينا نقراو الكونطا سوسيتي، حيتاش نورمالمون الكونطا سوسيتي كتجي باش تعالج دي زوبيراسيون سبيسيفيك رياليزي بار لا سوسيتي. دونك لا كونطابيليتي دي سوسيتي اي لونسومبل دي تريتمون كونطابل ريجيسون باردون لي زوبيراسيون سبيسيفيك او سوسيتي. بحال باغ اكزومبل ملي كنجيو نشوفو لا كونطابيليتي جينيرال كتكلف لنا بلي زوبيراسيون كورونت رياليزي بار لا سوسيتي، بحال باغ اكزومبل اشا اي فونت بايمون ديال لي فورنيسور اكسيتيرا ترانسفير دو فون لا كيس لا بانك، راكم عارفين الكونطا جينيرال. دونك كيكونو دي فوا دي زوبيراسيون سبيسيفيك، كاينين دي زوبيراسيون كديرهم الشركة اللي هما مختلفين واحد شوية، نقدرو نقولو بلي يعني شي حاجة مختلفة. بحال باغ اكزومبل اوغمونطاسيون دو كابيتال، الا الشركة بغات تزيد من الكابيتال ديالها دونك هادشي مكتكلفش بيه الكونطا جينيرال. بحال ديمينيسيون دو كابيتال، بحال لا ريبارتيسيون بينيفيس، انت ربحتي في الاخر العام وبغيتي توزع الربح ديالك، دونك خصنا واحد لا ماتيير اللي نقدروا نبازيو عليها ونعرفوا كيفاش غنخدموا هاد لي زوبيراسيون. بحال ليبيراسيون كابيتال، كيفاش ليبيري كابيتال دي لو مومون فاش كتكري الشركه، بحالاش نحسبوا لي فري. دونك هادو سو سون دي زوبيراسيون سبيسيفيك كديرهم لا سوسيتي. سكيل في جبنا واحد لا ماتيير سميناها لا كونطابيليتي سوسيتي اللي تقدر انها تعالج لينا هاد لي زوبيراسيون تورينا كيفاش نخدمو بيهم. دونك راه تقريبا لا كونطا سوسيتي راه في بارتي حتى في الكونطا جينيرال، راه كتبازي على الكونطا جينيرال، راه تشوفو الجورنال من بعد وكتبازي على دروا د سوسيتي داكوغ، يعني خصك تكون فاهم شوية دروا دي زافير دروا د سوسيتي وتكون فاهم حتى واحد شوية في الكوتي فيسكال. غير هنا البروف ما كيدخلش معاكم في لي ديتاي، يعني كيعطيكم غير كيلكو نوسيون تشدوهم بعين الاعتبار، حيت من بعد غتقراو دروا د سوسيتي جو كخوا كو راه قريتو هكا في اس 3 وفي اس 5 ان شاء الله راه غادي تقراو الفيسكاليتي، غتقراو هاد لي ماتيغ سيباري. دونك إل في بارتي انتيغرونت دو لا كونطابيليتي جينيرال كيف ديجا قلنا، يعني هاد الكونطا سوسيتي راه اصلا داخلة في كونطا جينيرال. اون افي لي تريتمون دو لا كونطابيليتي دي سوسيتي اتيليز لي ميم سيبور كو سو دو لا كونطابيليتي جينيرال، تقريبا راه نفس لي نورم راها تابعة للكود جينيرال دو لا نورماليزاسيون كونطابل. يعني هادشي راه ماشي جبناه هكا وبقينا كنحطو، يعني راه ديجا كاين عندنا ان كود لي تابعينو. دونك ديسكريبسيون جينيرال دو لا سوسيتي ان تي بو
Juridiquement, on a trouvé un juge la définition de la société, on a deux points de vue juridiques, on a économique. D'accord? Donc, selon l'article 982, la société peut être définie comme un contrat. La société est un contrat. Le contrat est signé entre deux ou plusieurs personnes. D'accord? Donc, la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail, ou tous les deux à la fin ont vu de partager le bénéfice qui pourra en résulter. Donc, c'est un contrat tout simplement. كي يجيبوا لو بيان تاعهم مثلا دابا انا غادي ندير شركه دونك غنقلب على واحد لا بيرسون اخر دونك انا عندي باغ اكزومبل لي مويان عندي باغ اكزومبل عندي مغازا وعندي ان مويان دو ترونسبور دونك خصني غير الفلوس غنمشي نشوف واحد لا بيرسون اخر يدخل معايا الفلوس دونك هنا شنو جبنا جبنا لي بيان اللي يقدروا يكونوا باغ اكزومبل اما ناتور ولا نيميغيغ ولا يقدر واحد اخر يدخل معايا حتى لو ترافاي تاعو غير هذا لو ترافاي كيكون دي فوا ما خدامش لبعض من الشركات كيكون غير مسموح بهم بحال مثلا دابا شي واحد يدخل بالخدمه ديالو كيوليو كي اكزيجي عليهم اما يدخل بالناتور اما بالنيميغير دونك ليسونسييل انا غادي نجيب معايا دي زابور الصديق ديالي اللي هو شريكي حتى هو غيدخل بدي زابور ديالو وكنجمعوا هذاك الخير و تو لي دو على فوا نقدر انا ندخل بهم جوج يعني نجيب فلوس ونجيب معايا حتى الناتور الهدف الوحيد علاش بغينا نتجمعوا علاش جبنا هاد لي زابور تو سامبلومون بور بارطاجي لو بينيفيس باش هاد الشركه ديالنا لا فان د لاني دونك غادي تغياليزي واحد الربح وهداك الربح غادي نبارطاجيه ونقسموه انا وهداك الشريك ديالي ولا الشركه ديالي اللي كاينين معايا دونك ايكونوميكمون لا سوسيتي ايت ان ريغروبمون دو مويان هومان راه سي نورمال لا سوسيتي راه جامعه بزاف د الاشخاص que ce soit le directeur, le secrétaire d'ANA, chef, par exemple, responsable commercial, responsable financier, donc ou tout simplement un regroupement de moyens humains. Ou même quand je, ha ou ma, عندك بنادم يعني كاين اللي خدامه كاين فلان كاين فلان وكيفاش انت tu vas réaliser هذاك le bénéfice donc غير خصك دي ماتريال وغير خصك حتى لو كوتي فينانسي شويه الفلوس باش انك تتحرك donc sous interaction autonome ou décentralisé, ayant pour principale fonction tout simplement de produire. C'est normal pour réaliser un gain, باش انك تربح فلوس, il faut produire. Donc, des biens et services destinés à être vendus dans un marché. Donc, les biens, les غادي تصاوب نتا ولا تعطي ان سيرفيس بحال مثلا دابا دير شي شركه ديال الاتصالات ولا دير شي شركه ديال الترونسبور يعني اما تبيع ان بيان ولا قطع الخدمات Tout simplement, donc le bien et service afin de satisfaire les besoins du consommateur et par conséquent réaliser un bénéfice. Donc, on dit qu'il y a un produit ou qu'il y a un bien qui est un jour ou qui est le marché. Comme ça, qu'il attaque le côté qui est le consommateur qui est le bien. Donc, on dit qu'il satisfait le besoin. Ou en même temps, on fait une mesure à la cadre. Donc, la définition. Donc ainsi, le contrat de société se caractérise par une pluralité d'associés. Yani, le contrat, la société a un contrat entre deux ou plusieurs personnes. Yani, il y a qui sont juge ou acteur. Mais qui est une autre chose exceptionnelle au Maroc, qui est l'associé unique. D'accord, يعني يقدر par exemple انا بغيت ندير شركه سوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي ولكن بغيت نديرها بوحدي دونك ما بغيت حتى شي واحد يكون شريك معايا دونك عندي واحد لوكا اللي هي سارل تقدروا تدويو على ديك القضيه ديال اونتربريز انديفيديوال غير هنا اونتربريز انديفيديوال راه ماشي سوسيتي داكور دونك الا بغيتو بلوس دو ديتاي راه تقدروا تمشوا للكلاسيفيكاسيون جوريديك وغتلقاو باللي المقاوله كاينه المقاوله وكاينه لا سوسيتي وكاينه الشركه دونك هنا المقاولة نقدر نلقى اونتربريز انديفيديال يعني واحد المقاول اللي كيملكها الراسو ولكن لا سوسيتي شركة ما نقدرش نلقى واحد كيملك شركة صفكو يعني كاينة واحد الحالة اللي هي صار لو تيب ديال صار سوسيتي ريسبونسابيلتي ليميتي
اللي يقدر انه يملكها واحد لا بيرسون بوحدو. سينو راه هاد صار هادي كتلقاها لو مينيموم هما دو بيرسون ولو ماكسيموم هما 50%. راه غنشوفوا هادشي بار لا سويت في لي ديتاي. دونك راه كاينين مجموعه من لي زاسوسي اللي كي 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 يكونوا عندهم اللي كيكونوا شادين هاد لا سوسيتي كيجيبوا لنا دي زابور اون كونتر بارتي. راه سي نورمال انت ملي غادي تجيب ليا هذاك لابور راه هذاك لابور duquel naissent des droits sociaux, les voies le capital. Alors, on a l'apport en nature ou l'autre j'ai l'apport en numéraire. On a donc les apports qu'on a, ce qu'on appelle un capital, les voies le mal. On a une participation des associés, avec l'associé qui compte dans le mal, que ce soit la gestion, par exemple, que ce soit la gérance, d'accord. Et il y a même que je ne sais pas ce qu'on a, flux, d'accord. ونجيب المويان نقول لك يلا صافي نحطو داكشي ونمشيو. راه خص ضروري باغ اكزومبل واحد فينا يكون جيرون ولا نكونو بجوج. دونك خصنا ندخلو في البارتيسيباسيون ديال لا جيستيون د لونتربريز د لا سوسيتي. دونك لو كونترا دو سوسيتي اي ماتيرياليزي باغ ان دوكيمون اكري كون لابيل لي ستاتي. الوغ هاديك ستاتي راه كتلقاوه اون فوا مثلا كتبدا الشركه كتنشا. C'est la deuxième étape, on va voir par la suite, on va dire comme prof, on va le faire, on va faire un certificat négatif chez ADC Lubia, qui va faire un statut, un statut qui va faire un statut les associés, par exemple, le SMIA Diallo, le CNIA Diallo, la dénomination sociale, le SMIA de Chalika Finkayana, شحال باش داخل انايا لي بار سوسيال ديالي شحال لي بار سوسيال ديال الاخر. دونك هذاك ستاتي هو اللي كينظم هذيك الشركه. Donc les statuts doivent préciser la forme de la société qui fait que nous avons dit la forme de la société, je me nomme cette société. Le nom de l'adresse de l'objet de l'objet, la durée, le montant du capital, les modalités de fonctionnement particulier, les organes de direction et les autres choses qui sont dans le statut. Donc nous avons les classifications juridiques des associés, ou bien des sociétés, pardon. دونك هنا كاين تقريبا عندنا واحد ربعه الانواع. كاين عندنا لي سوسيتي دو بيرسون اللي هما شركات الاشخاص, لي سوسيتي دو كابيتو الاموال, كاين صار سوسيتي ريسبونسابيلتي ليميتي, وكاين لي سوسيتي ا ريغلومونطاسيون بارتيكولير. دونك نبداو ثلاثه ديال الانواع ديال لي سوسيتي دو بيرسون. كاين عندنا لا سوسيتي اون نون كوليكتيف, هما اللي كيتسموا شركات تضامن. عندنا سوسيتي اون كومونديت سامبل اللي كتسمى شركات توصيه بسيطه. وكاين عندنا لي سوسيتي اون بارتيسيباسيون اللي كيتسموا شركات بالمشاركه. الوغ بيان سور سولو لا لوا اللي عندكم هنا 596. دونك ندخلو في لي ديتاي من بعد, راه حتى البروف حاط لكم واحد الطابلو هنا غتشوفوا تقريبا كيلكو كاركتيرستيك, ماشي كلشي ولكن غير شي حاجه قليله اللي حط لكم بروف. بالنسبه للانواع ديال لي سوسيتي دو كابيتو اللي هما شركات الاموال, عندنا لا سوسيتي انونيم وعندنا سوسيتي اون كومونديت باغ اكسيون. وبالنسبه للصار راه تقريبا كاينه وحده اللي كتسمى سوسيتي هيبريد, كتسمى هجينه, سيتادير هيبريد يعني شاده شويه من سوسيتي دو بيرسون وشاده شويه من سوسيتي دو كابيتو. دونك سي اون فورم هيبريد انتر لي سوسيتي دو كابيتو اي لي سوسيتي دو بيرسون. ومن بعد عندنا لي سوسيتي دو ريغلومونطاسيون بارتيكولير اللي هما الجروبمون دانتيغي ايكونوميك, ولا بحال لي سوسيتي كوبيراتيف بحال داكشي التعاونيات ولا ميتوياليست ولا بحال دوك لي سوسيتي ديال انفيستيسمون. دونك هادو عزلهم. دونك غادي نشوفو غير كيلكو كاركتيرستيك على هاد لي سوسيتي, ماشي كلشي حيتاش البروف راه عطا غير كيلكو كاركتيرستيك ديال هاد لي سوسيتي. دونك الا خدينا تقريبا سوسيتي الاولى اللي هي هنا, دونك غندخلو في لي ديتاي ديال لي سوسيتي دو بيرسون, غنشوفو هادوك لي تخويا كنا قلنا قبيله. نبداو بسوسيتي نون كوليكتيف اللي هما شركات التضامن. دونك هنا لي رابور دي زاسوسي ان تيتو بيرسوناج, شنو كاين هاد لوم هذا سو كاركتيريز بار لاسبي دي فاكتور بيرسونيل. هنا راه اللي كيهمنا بزاف هاد لي سوسيتي دو بيرسون اللي كيهمنا هو الشخص, ما كيهموناش الفلوس, داكوغ, ما كيهمناش راس المال, ما كيهمناش المال. دونك كتهمنا لا بيرسون, لو فاكتور بيرسونيل هو اللي كيهمنا بزاف, سيتادير سون كونسيديراسيون دو سا بارتيسيباسيون او كابيتال, ما كيهمناش الفلوس ولا داكشي باش غادي داخل. دونك لا ريسبونسابيلتي دي زاسوسي راها ايليميتي, سيتادير ايليميتي
Les associés sont unis indéfiniment et solidairement d'idées sociales. Il y en a qui dorment en bas de l'étoile. D'accord? Et là, quand, par exemple, la société d'art faillite ou la chihaja, mais si, par exemple, un a d'achle 30%, un a d'achle 70%, donc un a d'achle seulement 30% de la dette. Non, il y en a qui ont un d'achle, il y en a نحيدو علينا الكريديات نقدروا انا وياك 50-50 ميم سي انا راه الاول داخل ب 30% وانت ب 70% دونك راه ملي كيكون عندنا مشكل ديال لا ديت يعني لا سوسيتي دارت فايت دونك راه خص تضامن يعني تضامن معايا ما تخلينيش مثلا نقدر انا نخلص 50 يعني 50% حتى 50 و دي فوا كاع خطرات ليطا كيقدروا انهم ياتاكيو داك لا بيرسون اللي عنده فلوس ما كيهمهمش هما الامر واش انت داخل 30% ولا 20% اللي عنده بزاف الفلوس يقدر باغ اكزومبل يعني كاين دي كوتي اللي هما جوريديك في هذا في هذا في هذا الامر هذا ليسونسييل سي كو راه لا ريسبونسابيليتي سي راه الي ليميتي يعني غير محدوده دونك parmi les caractéristiques des sociétés les associés détient des parts sociales en principe incessibles alors انا ما كنسميوهمش لي اكسيون c'est les actions qui se mouvent société de capitaux ou même n'a pas le droit de les vendre donc là normalement on va dire que dans cette société en collectif donc les parts sociales sauf que tu peux les vendre mais il a quand même l'ijma il a quand même l'unanimité les associés doivent avoir la qualité de commerçant راكنا ديجا قلناها بلي راه لو بيرسون اللي كيهمنا بزاف سوليداريتي اونتر لي اسوسي كيضمنوا بعضياتهم لو نون دو لا سوسيتي دينوميناسيون سوسيال بوفون كونتينير دي نون داسوسي راه السميه ديال الشركه تقدر ني تاخذ شي سميه ديال شي واحد من الشركه ولا مجموعه من الشركاء بحال باغ اكزومبل كتلقاو باغ اكزومبل شي شركات ديال هادو بزاف كيكونوا ديال لا فامي مثلا شركه بيشا مثلا الكنيه ديالو ولا كتلقى باغ اكزومبل شركه هذاك ديال زيت العود سميتو هو كاع مشات ليا السميه ديالو مشات ليا السميه ديالو نتوما تكونوا عارفين هاد القضيه هادي دونك دي فوا كتلقى شي شركات كياخذوا الكنيه ديال هذاك لاسوسيو كيديروها لا سوسيتي اي ديريجي بار دي جيرون دونك لا سوسيتي راها شكون اللي كيسيرها وهذا كتلقى جيرون ولا كتلقى بليزيور جيرون يعني الشيك ما يمكنش انه يتعطى الا ما تسنى من لي جيرون اللي كاينين اللي كيتحمل المسؤوليه ديال ديك الشركه دونك ندوزو النوع الثاني اللي هو سوسيتي اون كومونديت ساب دونك هاد الشركه هادي فيها جوج الانواع ديال لي اسوسي كاينين عندنا لي كومونديتي وكاين عندنا لي كومونديتير دونك شنو هو الفرق بيناتهم هاد لي كومونديتي هما اللي كيتسموا شركاء متضامنين داكوغ وهاد لي كومونديتير هما اللي كيتسموا شركاء تحت الوصاية يعني هما راه تحت الوصاية ديال هاد لي كومونديتي نيت دونك هاد لي كومونديتي راه كيما قلنا راه لا ريسبونسابيلتي دي اسوسي اونتر هاد لي كومونديتي راه ايليميتي يعني كيتضامنوا مع بعضياتهم ولكن هادو لا هادو غير معاهم يعني هادو كلها هز راسهم دونك راه يحط لكم هنايا وتوجور راه لا بيرسون كيهمنا هنايا سيرتو ديال لي كومونديتي دونك لي اسوسي ديتيان دي بار سوسيال نفس تقريبا راه شوفوا لي كاركتيرستيك ديال هاد لا سوسيتي اللي هما سوسيتي كومونديت سامبل راه سي لي ميم تقريبا كيختلفوا غير في واحد البرومي ارتيكل ديال هاد لا سوسيتي كومونديت سامبل دونك هنا كنقولوا بلي راه لي ديسبوزيسيون غولاتيف في لا سوسيتي اون كوليكتيف راه سون تقريبا ابليكابل في لا سوسيتي اون كومونديت سوسيتي اون كوليكتيف دونك راه تقريبا نفس لي كاركتيرستيك دونك نمشيو نشوفو لا سوسيتي اون بارتيسيپاسيون اللي هي الشركه بالمشاركه لا سوسيتي اون بارتيسيپاسيون نيكزيست كو دون لي رابور اونتر اسوسي اي ني با ديستيني ا اتر كوني بار دي تيير او ميم سي نا با لا بيرسوناليتي مورال il n'y soumise ni à l'immatriculation ni à aucune formalité de publicité et son existence peut être produite par tous les moyens alors je n'ai pas de problème avec ces entreprises elles n'ont pas d'existence d'accord donc elles n'ont pas d'existence elles n'ont pas de personnalité personnelle et elles n'ont pas besoin que les autres connaissent ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas d'accord
المسألة اللي هي عاوتاني أخرى اللي دار لكم هنا البروف، يعني ما كتطلبش شي ماتريكولاسيون تسجيل ولا شي بيبليسيتي ولا أي حاجة، ونقدروا نعرفوا الوجود ديالها غير تقريبا بلي مويان، داكوغ، بلي مويان اللي كتخدم بها هاد الشركة هادي. دونك لي زاسوسي كونفيان ليبرومون دو لوبجي سوسيال de leurs droits et d'obligations respectifs et des conditions de fonctionnement de la société. Donc, les associés ont tous les droits et tous les droits. D'accord? Il y a tous les droits qui ont les droits et qui ont les droits de la société. Donc, à l'égard des tiers, chaque associé contracte en son nom personnel, qui fait un droit de la société, qui fait un droit. D'accord? Alors, il est seul engagé même de le cas où elle révèle le nom des autres associés sans leur accord. Toutefois, si les participants agissent en qualité d'associés, elles sont tenues à l'égard des tiers comme des associés en nom collectif. Là, il y a une situation exceptionnelle qui dit que par exemple, il a été un خدام غير راسو ou تحت يعني تقريبا الاسم ديالو, donc il تحمل المسؤولية ديال راسو. Mais des fois, il a quand même, par exemple, Choraka Diallo qui est fait le Bchakl Jama et Malgher, il y a des associés ou qui font ensemble, qui est fait le Malgher. D'accord? Fafed l'Hala, Tchriban a la société en participation, Rakatouli, Tchabat, Tchriban, ou Khad Anaf, Snidam, l'équipe société en nom collectif. SNC. دونك هذا من جهه, ولكن راه كاينين بلوزيغ كاركتيرستيك, راه بزاف ديال لي ديتاي كاين في هاد يعني لي فورم لي ماجوريتيك ديال هاد لي سوسيتي. دونك الا بغيتو تدخلوا في لي ديتاي تقدروا تقراو الدروا د سوسيتي ولا سي با راكم قريتوها في اس 3, دونك عاودوا طلعوا عليها. يقدر ممكن البروف يسولكم شي سؤال ما حطوش لكم هنا, حيت هذا راه غير كي واحد الريزومي اللي هو بسيط. Donc, nous voyons les sociétés de capitaux. Une société anonyme. Donc, considération des apports. Donc, la personne. Elle est les sociétés de capitaux, elle est accès à les sociétés de personnes. Elle est accès à la flux. Nous voyons que le monde est accès à ou la responsabilité est limitée. Donc, si vous êtes accès à la personne, vous allez être accès à la. يعني مثلا ملي كنجيو كنقولوا باغ اكزومبل اون كات فايت ولا شي حاجه انا داخل 30%, دونك انا كنتحمل 30% مناش من لابور من لا ديت اللي كاينه. ما كايناش هنا شي حاجه سميتها لا سوليداريتي, كلها كيهز راسو. دونك لي زاسوسي دي تيان دي زاكسيون نيغوسياب, راه هنا كنوليو كنهضروا على لي زاكسيون, وهنا ما كنوليوش كنهضروا على لا ريسبونسابيلتي دي زاسوسي, كنهضروا على لي زاكسيونير. تولاو دابا غير شركاء. Règles particulières de constitution pour protéger les actionnaires. Voilà, c'est normal. De protéger les associés. Nom de la société, dénomination sociale. Alors, qui connaît la société anonyme qui est dotée de la personnalité morale. D'accord. Et là, qui connaît la direction qui compte soit conseil d'administration plus direction générale, ou là qui connaît un conseil de surveillance des directoires. Donc, il y a ça. Par exemple, des fois, la direction qui compte le conseil d'administration, il y a un qui compte la personne physique, ou là qui se met au PDG, président directeur général. Ou là, des fois, le président du conseil d'administration, و كتلقى معاه شخص ثاني اللي هو كيتسمى ديريكتور جينيرال ديال لا سوسيتي. دونك هذا راه غير في الاخر, يعني كيفاش كنديروا داك المجلس ديال التسيير, كيفاش كيكون عندهم وغير هاد جوج ديال لي تيب. هذا راه تبارك الله راه فيه لي ديتاي, راه الا مشيتو تشرحوا هاد لي دو راه خير الله باش تقراو هاد لي زانفورماسيون, كيفاش كدار لا ديريكسيون, كيفاش كدار الانتخابات ديالهم, اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك نشوفو دابا لا سوسيتي اون كومونديت باغ اكسيون, لا ميم شوز. عندنا لي كومونديتي لي كومونديتير, هنا ضروري كيهمنا الشخص, داكوغ, لا بيرسون ضروري, لا كاليتي دو بيرسون. وهنا ما كيهمناش, كيهمنا غير الفلوس. هنا راه لي زابور راهم ايليميتي, وهنا ليميتي, وتقريبا راه تقريبا حتى هما راه لي ميم كونديسيون كاين فيها. كتلقى عندهم لي زاكسيون
وهنا كتهمنا لا كاليتي ديال الكوميرسون، ولكن هنا ما كتهمناش لا كاليتي ديال الكوميرسون، هنا راه كيهمنا غير الفلوس. وكاينه لا سوليداريتي اونتر لي اسوسي، لا سوليداريتي اونتر لي اسوسي غير بالنسبه لي كومونديتي. وعندنا لو نو دو لا سوسيتي دوميناسيون بوف كونتينور دو نو داسوسي، يقدر يكون عندهم شي سميه ديال شي شخص. ولا سوسيتي اي ديريجي بار دي جيرون. Donc, Ranchoufou de Bassarl, société à responsabilité limitée, est une société commerciale qui constitue un type intermédiaire entre les sociétés de personnes et de capitaux. Alors, comme vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont été en train de se faire. Il y a beaucoup de gens qui ont été en train de se faire. Limitée les apports de l'indic. Il y a un cas, par exemple, de faillite ou de faillite. Il y a un cas qui a été en train de se faire. Donc, il y a un cas qui a été en train de se faire. Il y a un cas qui a été en train de se faire. Il y a un cas qui a été en train de se faire. Il y a un cas qui a été en train de se faire. يقدروا مثلا يتبعوك يبيعوا لك الاملاك ديالك، يبيعوا لك الدار، ولا يبيعوا لك الطوموبيل ديالك. نو، هذه كتكون ليميتي في لي زابور باش دخلتي، داكشي باش دخلتي هو اللي كاين. يعني مثلا اون كا باغ اكزومبل وقع فايت، راه هما كيجيو كي اللي كيديو الشركه ديالك، يمشي يبيعوها في المزاد العلني في لونشيغ بيبليك. دونك كتكون حتى هي دوتي دو لا بيرسوناليتي مورال، كتكون بيرسون مورال اي سي بوردوني ا ليميت ريغلاسيون او ريسيرش كوميرس، كتمشي تسجلها في الريسيرش كوميرس. من بعد راه غنشوفوا لي زيتاب ديال création de la société. Je n'en m'en rachis. Donc, je n'ai pas prof, il y a ça. Il y a qui m'a fait la personne. Les apports sont limités. Le nombre maximum d'associés ne peuvent pas dépasser 50 personnes. On a le minimum qui m'a donné un juge. Ou le maximum, on a 50. Ou la jabla fait 50. Et la jabla, quand on les associés qui sont 50, on a fait la société anonyme. Je n'ai pas ça. D'accord. Les associés détiennent des parts sociales, nom de la société, dénomination sociale. La société est dirigée par des dirigeants. C'est les caractéristiques de la société. Qui n'est pas une société et constitue un cadre juridique intermédiaire. C'est ce qu'on appelle le binchkon, les sociétés ou l'association. Les associations, des fois, qui connaissent donc les moyens pour financer le projet ou les choses. Donc, qui est très bien. Donc voilà, les GIE qui sont intermédiaires entre la société et l'association pour la mise en commun de certaines activités par des entreprises. Donc il est constitué entre des personnes morales en vue de mettre en œuvre tous les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité économique de ses membres et améliorer ou accroître les résultats de cette activité. Donc il y a des fois aussi des taouniyat pour qu'ils s'améliorent. من الخدمات ديالهم ولا من النشاط ديالهم. دونك نشوفوا دابا هنايا الشابيتر الاولى لا كونستيتيسيون دي سوسييتي. من الناحيه القانونيه جوريديك، راه اول حاجه كديرها الا بغيتي تنشا شي شركه كتكون عندك سكون ابيل واحد السيرتيفيكا نيجاتيف اللي كتسمى الشهاده السلبيه، وهذه راه كتمشي تخرجها من سي ار اي، يعني سونتر ريجينال دانفيسيسمون. تقدر تخرجها حتى من داك لومبيك. دونك تقدر اما تمشي عندهم ولا تخرجها نيت من السيت. تقريبا كتخلص عليها واحد 230 درهم الا كنتي بيرسون مورال، وواحد 170 درهم الا كنتي بيرسون فيزيك. المهم تقدروا تدخلوا في لي ديتاي ديال هادشي. هو البروف هنا راحت لكم غير المراحل. دونك ملي كنخرج الشهاده السلبيه، هاد الشهاده السلبيه هي اللي كتسمى السميه ديال الشركه. قبل كانت خمسه كتختار خمسه ديال السميات ديال الشركه باش كيشوفوا سميه الشركه ديالك كما معاوده، ياك ماشي واحد دايرها كتختار خمسه كيشوفوا الشوا الاول الا كان معاود، كيدوزوا للشوا الثاني، كيدوزوا للشوا الثالث، انسي دو سويت. دابا ما بقاوش خمسه ديال الشوا، ولاو دابا غير ثلاثه ديال الشوا. الا خديتو سيرتيفيكا نيجاتيف غتلقاو غير ثلاثه ديال الشوا اللي كتعمر. من بعد ملي كتخرج لك السميه وكيفاليداوها لك، وهاد لا ريبونس ديال هاد سي ار اي راه كيجاوبوك تقريبا في 48 ساعه فاش كدفع هذاك لا دوموند. كتصاوب من بعد الستاتي وكتقاد البي في. داكوغ. المرحله الاخرى كتحاول ما امكن انك تانغوجيستري هادوك لي زاكت ديالك كونطرا وهادوك لي ستاتي تمشي تسجلهم. دونك كيما قلنا هنا هاد السيرتيفيكا نيجاتيف راه كتجوانيها مع داك الكونطرا دباي اللي ديال الكرا. من بعد فاش كتمشي لانغوجيستريهم كدوز تسجل في سكون ابيل كانت قديما سميتها لا باتونت، دابا راه بدلو ليها السميه، هي الضريبه المهنيه لا تاكس بروفيسيونيل. المرحله المواليه كتمشي دير لي ماتريكولاسيون في الريجستر دو كوميرس في السجل التجاري، ومن بعد كدير البيبليسيتي في البيلتان اوفيسيال في الجريده الرسميه، ومن بعد كدير لافيلياسيون في لا سين اس اس. هادو هما المراحل اللي هما جوريديك، وفينالمون كتكون عندك ان سوسييتي.
مي دو بوان دو فيو اللي هو كونطابل من واحد الناحية اللي هي محاسباتية. لا كونطابيليتي دو كونستاتي لي بروميس دابور اون كابيتال فيت بار لي اسوسي لا رياليزاسيون دو سي بروميس. دونك هنا اول حاجة ملي كنجيبو داك لو كابيتال كتكون عندنا واحد لا بروميس سيادير لا بروميس يعني لانسكريبسيون ديال دوك لي زابور. مثلا انا باغي ندخل ب 10 المليون، معايا واحد لامي تا هو قال لك بغى يجيب دي مويان دو ترونسبور وتا هو باغي يدخل بواحد 5 المليون. دونك هنا كيكون داك العهد بيناتنا، ومن بعد كنديرو لا غيليسيون ديال دوك لي بروميس. هادشي اللي غنشوفوه في البراتيك. دونك انسي كو لي فري دو كونسيديسيون كون ا بريزونتي دون لاسبي جوريديك كون فا اكسبليسيتي دون لاسبي فيسكال. دونك راه حتى عاوتاني ملي كتبيع الشركة راه كتخلص كيلكو فري دو كونسيديسيون، ا سافوار دوا دونجيسترومون بحال لي فري ديال النوتير، بحال باغ اكزومبل بوبليسيتي فري دو بوبليسيتي. دي فوا كتخلص حتى مثلا الا كاين عندك دي بيان لي هما ايموبل كتخلص دوك الدغوا ديال لونغيسترومون ديال فونسي داكشي ديال العقار ديال المحافظه العقاريه. دونك كاين بزاف ديال لي فري اللي كنقدروا نخلصوهم. دونك اون ساريت ا سو بوين. غنحبس ليكم في هاد لا فيديو هنايا، على اساس في لا فيديو الجاي ان شاء الله غنشرح لكم لا بروميس دابور شنو كتعني. دونك غنشرحوا شكون هما لي زابور اللي كاينين لي ميغير ناتور اون اندستري، وغادي نشوفوا لي كونت اللي غادي نستعملو غنخدمو بيهم في الجورنال اللي كيديرهم بروف. داكوغ، هادو هما لي كونت تقريبا اللي كنستخدمو وكنخدموهم. غنشوفو دو بوان دو فيسكال شنو كيعني ابور بيغ سامبل، شنو كيعني اتيتر اونيرو، شحال ديال لي دغوا دونجيسترومون كتخلص عليهم. دونك غنشوف معاكم هادوك لي كار وهادوك التمارين اللي حاط لكم بروف في الكور، ومن بعد ديروا معايا لا كوريكسيون ديال لي زيكزامان ديال البروف، وان شاء الله تفاليديو ان شاء الله هاد الموديل. دونك بون كوراج اي ميرسي، على لا بروشين ان شاء الله.